علشان يلا ننجح، عشان يلا ننجح. لما عملت قلت شوية أفكار كده، حاجات بسيطة، مشاريع تزود دخلنا، وقلنا كام فكرة. أنا النهاردة جايب أفكار جديدة، بس الأفكار الجديدة دي مش من دماغي أنا، ده من ناس عملتها بعد ما قالت يلا ننجح. على التكملة للفيديو اللي فات جات لي كام رسالة. أولهم بس أول حاجة كده فتحت نفسي كده من يومين على الصبح، شاب بعت لي قال لي بص أنا ما سمعت كلمة نتاجر وأنا صغير، أنا في أولى جامعة طلعت كان معايا 500 جنيه، قلت أنا لازم أكسب، لازم أعمل قرش من وأنا صغير. طلعت على باب اللوق بال 500 جنيه، لفيت على محلات النظارات، جبت أربع نظارات ب 500 جنيه، وادهم لي بسعر كويس جدا 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 على الأسعار اللي هو بيبيعها، بشرط إن أنا أدام هو عارف إن أنا هبيع وإن أنا هشتغل في الموضوع ده، إن أنا أخد من عنده على طول، لأن المحلات كتير وكل عايز ينافس كله. فانا الاربع نظارات دول انا بعتهم ب 1000 جنيه بعدها بيومين لاولاد عمي، قعدت كده في العيله ابعت لهم واصور لهم على الواتساب وانا عندي ده وده، بعتهم ب 1000 جنيه وكسبت 600 جنيه. انا عايز اقول لكم قد ايه هو كان مبسوط من اول 600 جنيه كسبهم وهو عنده 19 ولا 18 سنه، يعني انا بقول له برافو عليك. الجمله الثانيه اللي حمستني وبسطتني منه اكتر ان هو اما قال لي انا لما لفيت في المنطقه هناك اكتشفت ان الحاجات الكفرات والاكسسوارز بتاع الموبايلات والشواحن والكلام ده كله والسماعات رخيصه جدا، فانا الطلعه بتاعت الجايه يوم اجازتي هتبقى هشتغل في الحاجات دي. قلت له انت بص انت كده انت بقيت بيزنس مان من انت صغير، هل ده عيب؟ لو حد شايف ان ده عيب يقول لي. بنت قالت لي انها بدات تاخد عضويه في شركات مستحضرات التجميل، انها تبيع لهم وتاخد نسبه او عموله، اشتغلت مع قريبها، هي كانت في الاول مكسوفه دلوقتي خلاص ربك كريم وبدات تشتغل. ده عيب؟ مش عيب، ده شغل جنب حياتنا، ده شغل. حد تالت قال لي انا خدت عربيه ابويا، اتفقت معايا، عملت معايا دي لان هدفع لك البنزين العربيه وانا بقيت بشغل العربيه في يومين في الاسبوع مشاوير للجيران اللي حوالينا، يعني بوصل ده بحد عايز حاجه يوديها جباله بفلوس. ده عيب؟ مش عيب، ده شغل بيجيب فلوس وشغله محترم، اللي انت جنب حياتك انت بتعمل حاجه، حياتك ماشيه بس بتزود دخلك بحاجه تانية، مش عيب. اجمل حاجه جات لي بقى، يعني حد شاب انا مش عايز اقوله في جامعه ايه، بس هو في كليه قمه، وانا دايما مش مؤمن بحاجه اسمها كليه قمه، بس هو قال انا في كليه قمه وانا يعني خلاص لانه هو تعب عشان يخشها فربنا يوفقه فيها يا رب. قال انا في ثالثه كليه بس عشان بقى انا هنجح وانجح بقى هزود، يعني انا مش عشان انا بدرس كذا فلازم اطلع كذا، انا بدرس كذا وبجتهد فيها، بس انا نزلت مركز لصيانة التكييف، بتعلم فيه صيانة التكييف، أنا بشتغل فيه 3-4 ساعات بالليل بس بتعلم صيانة التكييف. ليه بقى؟ عشان الصنعة رزقها واسع، الصنعة رزقها واسع وما بتقعدش حد في البيت، حتى أنت لو والله أنت لو مهندس وبتعرف تشتغل في الكهرباء هتلاقي نفسك بتلقط عيشك، والشغل مش عيب، عشان بس في ناس بتتكسف وتتكسف من الناس اللي حواليها، وده شوف ده شغال ايه، ده بيعمل ايه، هو اتعلم عشان يعمل كذا، لا لا لا، انا اتعلمت عشان دماغي دي تشتغل عشان اعرف اجيب واعرف اطور من نفسي واعرف اشتغل. فعلموا نفسكم شويه، يعني انا دي فكره من الناس الالتار، يعني وانا ليه ما نتعلمش صنعه، ليه انا ما ابقاش اتعلم صيانه كمبيوتر موبايل تكييف كهرباء اي حاجه، يعني تبقى جنب حياتي العامه. ليه الشباب اللي عايزه تتعلم حاجات بقى شغل فوتوشوب بريمير افتر افكت جرافيك، الحاجات دي سوقها حلو جدا، عارف انت جو اللي هو تعمل اعلانات لمحل، تعمل اعلانات لمطعم، تصمم له بروشور اللي بيتباع في اللي بيتوزع في الشوارع، في مواقع كمان معموله ان انت بتسوق عليها شغلك، يعني في موقع تقريبا اسمه خمسات ده بتنزل فيه والله يا جماعه انا اعرف اعمل اصمم موقع، انا اعرف اعمل حمله اعلانات مثلا لمطعم او محل، انا والله انا راجل بعرف اكتب محاضرات كويس، انا راجل بعرف اعمل ابحاث جامعه، يعني عارفين شغل بين السرايات اللي قدام الجامعه
في شباب انا دلوقتي انا يعني بعرف اترجم، بعرف اعمل، انا خريج تجاره، ابحاث التجاره دي كلها انا هريتها، انا بعملها للطلبه، بعرض يا جماعه انا بعمل، وانا بعمل بكذا بسعر قليل عن اللي بيتعمل بره الجامعه. ففي حاجات كتير جدا جدا جدا. بالمناسبه حد قال لي كمان على، قال انا كنت عايز اعمل المنحة العسل بس الموضوع طلع مكلف بالنسبه لي، فعملت حاجه مختلفه انا مش عارف هي الناس بتعملها حاليا ولا لا، بس قال لي انا اشوف. انا رحت للمناحل وخدت منهم شمع العسل. شمع العسل ده انا بعمله ايه بقى؟ بعلبه وبحط عليه مكسرات وبغلفه وببيعه، ويعني عجب الناس جدا جدا جدا. انا يعني مكسبي فيه قليل بس بعمل اسم، عجبتني قوي كلمه بعمل اسم. يعني اعمل اسم يا سيدي، اعمل اسم مين؟ عالم، يبقى تبقى ممكن انت تبقى فتح الله بتاع العسل، يعني تبقى ملك العسل، ملك الشمع، ملك يعني كل حاجة. بتبدأ بفكرة، لو استسلمت للظروف وتقول ان الدنيا واقفة هتفضل واقفة قدامك، لو استسلمت ان حد بيقول لك كفاية او انت بتعمل ايه، او حد اتريق عليك، اللي بتريق عليك ده نايم في بيته ما بيعملش حاجة، احنا مش عايزين ننام، احنا عايزين ننجح عشان دايما ربك كريم، الله الله كريم.